لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. بنوك تونس وتركيا الأكثر تضررا من تجديد شروط التمويل. تراجع السيولة العالمية بسبب تداعيات الأزمة الدولية، من بين أبرز الضغوط على النظم المصرفية بالأسواق الناشئة. تعويل الدولة التونسية على الاقتراض الداخلي اضطر بالبنوك المحلية. بنوك تركيا لا تزال معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة. لندن أفادت ستاندرد إند بورز غلوبل في تقرير اليوم الاثنين أن تجديد شروط التمويل العالمية يشكل ضغطا على النظام المصرفي بالأسواق الناشئة، وأن بنوك تركيا وتونس هي الأكثر عرضة للخطر. ويعاني القطاع المصرفي في تونس من أزمات ونقص في السيولة بسبب تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية. واقترضت عدد من البنوك التونسية الدولة مبالغ هامة، وذلك لسد عجز الميزانية بفوائد كبيرة في ظل تراجع ثقة المؤسسات المانحة في الاقتصاد التونسي. لكن الدولة لا تستطيع في ظل أزمتها الحالية تسديد تلك المبالغ، وهو ما يهدد تلك المصارف بالوقوع في أزمات وربما الإفلاس على المدى المتوسط. وفي فبراير شباط الماضي أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية موديز تخفيض تصنيف وداع 4 بنوك من C++1 إلى C++2. والبنوك الأربعة هي بنك الأمن والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي والشركة التونسية للبنك. وقالت موديز حينها أن قرار تخفيض التصنيف السيادي لتونس تأتي تابعا لتخفيض الترقيم السيادة لتونس من C++1 إلى C++2 مع آفاق سلبية. وتواصل مخاوف من تخلف تونس عن تسديد ديونها مع عدم التواصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار. ومع تأكيد الرئيس التونسي قيس سعيد لرفض إمناءات الصندوق في هذا الجانب، ويبذل عدد من المسؤولين التونسيون على رأسهم وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد جهودا من أجل الدفع عن حظوظ تونس في الحصول على تمويل من صندوق النقد، وذلك عقد اجتماعات الربيع في واشنطن. وقالت الوكالة أنها تتوقع أن تتحفظ البنوك التركية بقدرتها على الحصول على تمويل خارجي، لكن مع تراجع متواصل. وقال محللو الوكالة في مذكرة نارية أن البنوك التركية معرضة للتأثر بشدة بالمعوينات السلبية في السوق، زيادة الحجم عن المخاطر وتراجع السيولة العالمية وارتفاع تكلفة التمويل. ولتزال بنوك تركيا أيضا معرضة بشكل كبير للاختلالات الاقتصادية المتراكمة في السنوات الماضية، مثل القفزة في أسعار العقارات والسياسة النقدية شديدة التأثير في ظل تضخم مفرط. وأضافت الوكالة أيضا أن تراجع الليرة التركية يؤثر على الجدارة الائتمانية للشركات التركية.